مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية في هذا الصباح، وعلى بركة الله ينطلق الشوط 26 الخاص للقعدان الحدايق من مسافة 4 كيلومترات نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المدفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ مع البداية، الدهيم بشعار زايد بن سالم بن زايد بن حسن العتيبي يتقدم مع دهيم مع أول الأسماء وأول التحديات. ثاني الأسماء من الجانب الآخر يتقدم وينطلق القادم هياض بشعار فهد بن محمد بن راشد الدوسري مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصل القادم والمنطلق مع ثالث المراكز فاعوس بشعار علي بن جابر بن حمد بن خجيم العذبة يتقدم مع فاعوس مع ثالث المراكز. رابع الأسماء الفارس خالد بن ذياب بن محمد بن عبيد الصليطي يتقدم مع رابع الأسماء. خامس المراكز وصل مختار بشعار منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين يتقدم مع مختار مع خامس الأسماء. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة. ونعود إلى الصدارة، نعود إلى دهيم بشعار زايد بن سالم بن زايد بن حسن العتيبي يتقدم مع دهيم مع البداية وعلى رأس حربة هذا الشوط. ينطلق العتيبي مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز فاعوس بشعار علي بن جابر بن حمد بن خجيم العذبة يتقدم مع فاعوس مع ثاني الأسماء وثاني التحديات. ثالث المراكز القادم والمنطلق هياض بشعار فهد بن محمد بن راشد الدوسري يتقدم مع ثالث المراكز. رابع الأسماء شعار الخيارين يقدم لنا مختار منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. وخامس المراكز الاسم الذي من الجانب الآخر من بدأ يغير من مركز إلى مركز وصل القادم والمنطلق العديد بشعار سيف بن فهد بن علي بن سعيد آل سفران يغير مع العديد من بدأ يغير من مركز إلى مركز وانطلق إلى ثالث الأسماء. أعود مع الصدارة، أعود مع البداية. الله يدهم زايد بن سالم بن زايد بن حسن العتيبي يتقدم مع دهيم على البداية على أول التحديات من بداية الانطلاق حتى هذه اللحظات. والعتيبي على البداية يتقدم مع دهيم. ثاني الأسماء قادم فاعوس علي بن جابر بن حمد بن خجيم العذبة يقدم لنا فاعوس الدوسري مع هياض فهد بن محمد بن راشد الدوسري مع ثالث الأسماء. رابع المراكز وصل العديد سيف بن فهد بن علي بن سعيد آل سفران يتقدم مع العديد. خامس المراكز وصل حليتان وأول نداء لحليتان فهد بن علي بن عبد الله آل بن علي المهندي. أول نداء وأول إذاعة لحليتان وصل أبو علي يتقدم فهد المهندي مع خامس المراكز ويقدم لنا حليتان. ولكن الصدارة دهيم يتقدم دهيم مع البداية مع أول الأسماء بشعار زايد بن سالم بن زايد بن حسن العتيبي مع أول المراكز. ثاني الأسماء فاعوس، ينطلق فاعوس بشعار علي بن جابر بن حمد بن خجيم العذبة مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصل هياض فهد بن محمد بن راشد الدوسري وأيضا حليتان وأيضا وصل الصحاق يتقدم مع ثالث المراكز. الله يا سياف سعود بن سالم بن راشد بن راشد الصحاق المري مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز حليتان فهد بن علي آل بن علي المهندي مع ثالث المراكز. مراكز رابع الأسماء الدوسري مع هياض فاعوس على خامس المراكز علي بن جابر بن حمد بن خجيم العذبة. ولكن أعود مع الصحاق، الصحاق يتقدم ويقدم لنا سياف سعود بن سالم بن راشد الصحاق المري. هنا دهيم مع ثاني الأسماء بشعار العتيبي. الله يا حليتان على ثالث الأسماء غير إلى ثاني الأسماء فهد بن علي المهندي. ولكن الصحاق
الصعاق مع سياف سعود بن سالم بن راشد الصعاق المري احليتاني المهندي مع ثاني الاسماء ولكن الصعاق مع البداية الصعاق مع الانتصار مع الفوز الله الله يا سياف سعود بن سالم بن راشد الصعاق المري احليتاني حول اللحظات الاخيرة ولكن الصعاق مع الفوز مع الانتصار سياف 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 سعود بن سالم بن راشد الصعاق المري تهانينا والناموس للصعاق على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار واسعد الله صباحك يا مالك سياف سعود بن سالم بن راشد الصعاق المري تهانينا والناموس ثاني الاسماء وصل حليتان فهد بن علي بن عبد الله آل بن علي المهندي وثالث المراكز ادهيم بشعار زايد بن سالم بن زايد بن حسن العتيبي ورابع المراكز وصل مواجه بشعار محمد بن طحنون بن جابر الجبراء المري وخامس المراكز كان فاعوس بشعار علي بن جابر بن حمد بن خجيم العذبة مشاهدينا متابعينا الأعزاء تهانينا والناموس لمالك سياف ولحظة وصول إلى خط النهاية 6 دقائق 6 ثواني 72 جزء من الثانية تهانينا والناموس لمالك سياف سعود بن سالم بن راشد الصعاق المري ثاني الأسماء وصل أحليتان 6 دقائق 7 ثواني 46 جزء من الثانية تهانينا والناموس لمالك أحليتان فهد بن علي بن عبد الله المهندي ثالث المراكز كان دهيم مع ثالث المراكز توقيت زمني 6 دقائق 9 ثواني 92 جزء من الثاني تهانينا والناموس لمالك دهيم زايد بن سالم بن زايد بن حسن العتيبي.